سنة تظل في ذهن المحبين لهذا النادي فوز بالبطولة الوطنية. احنا كنتبع هذه المحاولة فرصة من جانب عناصر فريق الوداد زاوية نبدأ بشكل سريع يمكن التمرير صلاح الدين سعيدي بالفعل الفرصة داخل منطقة الجزاء رشحات من جديد صويبة العريضة رصيادة هدف للوداد هدف للوداد ويا تعذبوا كثير الوداد تعذبوا كثير في المقابلة وفي آخر المطاف يأتي اللاعب اللي دخل دكة احتياط محمد مختار سيسي هداف كما قلت في مالي بطريقة شميلة كيتمكن التسجيل شوف الجماهير الودادية الكل سعيد ولكن رجعوا لأصل التصويبة بطريقة شميلة على مستوى التحضير صلاح الدين السعيدي نشاهدوا كيفاش نزل الكرة ديالو أو هنا التصويبة ارتطمت بالعارضة الأفقية ثم إتمام العملية إتمام العملية هو اللي كان من جانب تصويبة قوية في عارضة ثم مختار سيسي المالي كيتمكن تسجيل الهدف الأول 1-0 كما قلت يعني محمد